ماهر الهمامي زاد هذاك فيديو زاد محمد. والله ماهر الهمامي اللي تحكي عليه راني ما سميتوش في الفيديو. والله لا سميت انا نقص فرق اني نحكي على على نقيب نحكي على مركز عنده معناها قلت شخصيه عامه نقيب فناني يعطيك الصحه وفرق اني نسميه في وسط الفيديو بالاسم واللقب هذا ما صارش الا كان صوته لحظه برك انا لليوم ها ومازال امي معايا متقلق مني سيد هذايا على خاطر نقول له فلوس كادوريم قداش شو كادوريم وفلوس كادوريم كادوريم عطاه صب فلوس للنقابه من نهارت اللي قلت له الكلام هذا قلت له قداش وين تصرفتوها ولشكون تعطيه سميونا مان هبطونا كشوفات هذه عيب هذه ثلب ماهيش ثلب انا كفنان مديت وجهي معاه في الاعتصامات وفي الواحد وشافوني العباد قالوا حما وعندي شكون مريض حما دايت قصت عملوا لي براكاج وهزيت له دوسيات ومديتهم له حطيتهم له على الطاوله يصب دوسيات ما يخش ديشارج للوزارة يمشوا له العباد يقول لي اسمعني هذاك ليه ماهوش متربي اسمعني هذاك ليه ما عجبنيش هذا ماهر اي لا لو كان جا لهنا ممكن كان لا 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 اسمعني انا نعرف شنو نحكي ونتحمل مسؤوليتي في اللي نحكي فيه خاطر كل شيء موثق شنو معني موثق موثق ولا مسجل؟ ليه موثق عندي دوسيات نتاع والعباد معايا والفنانين جابوا لي بطاقات الاحتراف وقال لي محمد شبيه لا شبيه يعطي لفلان شبيه يدافع على زميله اللي في النقابه اللي في العضو في اعضاء في النقابه وشبيه نحن ما يمدناش يا محمد ما كنتي معاه في النقابه قلت لهم راني انا مانيش معاه في النقابه انا راني مشيت سند زملائي ثم عندي هذايا ايوب الكلاعي بات معانا في الاعتصام عازف مزود تعرض للبركاج والسيد هذا يخدم مع مصطفى دلاجي اسهلوه عليه مصطفى دلاجي بيدو كلموا عليه وانا كلمته عليه يديه شبه تقصت الحمد لله رجعت وكذا وستة شهور الرجل بطال ووقت اللي مشينا باش ندافعوا عليه نتكره هنا كي نقول لك انا علاش في عود تمشي للوزاره ونساسيه واحنا كنا نساسيه من الوزاره راه انت الفنانين الكل يعرفوا اللي احنا نساسيه ماهوش يعطيونا في حق يعطيو فينا في منحه في شكل من يمنوا علينا كي تجي انت تقول لي ليه هذاك ما يستحقش مالا شكون اللي يستحق يا اخي اعطيه من فلوس كادوري ماشي المشكله وانت فلوس كادوري سر الدوله هي ماهي سر الدوله يجي ماهر عنده حق ماهوش باش يجاوبك يا علي وماهوش باش يقول لك على فلوس كادوري باش يقول لك برا امشي عندك الحق في المعلومه ولا شنو هي يمشي المجال مفتوح ماهر المجال يجاوب كي يجي نتحدى شو هو يقول لك والله راهو كادوري قال لي ما تقولش على الفلوس شنو كدرين باش يقول ما تقولش على الفلوس علاش سهله برشا يا محمد مشبوهه هي الفلوس محمد يا محمد يا محمد ماهيش مشبوهه فلوس كدرين انا في بالي تو هذه الفيرسيون تاعك انت الفيرسيون تاع ماهر احنا ما نعرفوهاش باهي انا نقول اللي قلته انت هاك قلته عطونا استدعاء احنا ماهر الجمعه الجاي يجي بحذانا المجال مفتوح يجاوب على الحكايه هذه معناتها صحيحه ما يجاوبنيش انا يطلع الفنانين معناها يجاوب الفنانين يجاوب الفنانين كلهم فلوس كدرين قداش وفلوس كادريم لشكون تعطات بالضبط راي هذه ما هيش تهمة يا علي راي هذه يزمك توضح لنا خوي أمور العبيد خلي تشوف شعنا شعني ناش هاي سيدي به ولمين الفلوس سامحني انك الو فلان مريض انت يجيب ثلاث انت يا تلفين هذاك عطاه 200 هذا شكون يضمن لي انا كونه الفلوس هذيك بالمبلغ هذاك وصلت بالحق اسكو عن طريق عاد المنفذ صارت شكون اسكو المدير المالي اللي شد الامانه نتاع المال هو اللي مصداقيه في الشخص معناه لا زي لعب محلول عايش خويا مان انا نتسائل ثم رقابه ثم كما ثماش رقابه خويا هبط لنا خويا انت في اطار الشفافيه عندك صفحه تنجم تهبطونا شنو مداخيل شنو مصاري نتجاوزوا الموضوع هذا يا اخي انت ممنوع من المهرجانات محمد والله منعت منعت من المهرجانات برغم اني استوفيت معناها ملفي معناها كامل فني وكذا وتبارك الله الجمهور معناها يحكم شكون اكثر انتاج وشكون كذا ما جاوبونيش وليت ما جاوبوكش علاش؟ ما جاوبونيش قالوا لي ما عندك حتى مهرجان وكا وتقف غادي الحكايه وتقف غادي كي تمشي للوزاره يدينا